لنعرف أكثر ليا كيف كانت أجواء الأمسية الميلادية. بصرنا أن نرحب بالمايسترو شادي سروي قائد جوقة مار أفرام السردياني. أهلا وسهلا ويسعد صباحك، صباح الخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. ميلاد مجيد. يعني مبارح كان أول ريسيتال بتعملوا الجوقة، وفي بعد اثنين، يعني عندكم 3 ريسيتالات قبل الميلاد. خلينا نحكي عن ريسيتال يلي كان مبارح بكنيسة السيدة. تماما، هي سلسلة من الحفلات. راح تكون عندنا 3 حفلات. كان امبارح أول أمسية بكنيسة السيدة مثل ما ذكرتي، وعندنا بكرة بكاتدرائية مارجريوس بالبتركية ببابتوما، ونهار الجمعة القادم راح يكون في عندنا بصيدنايا، راح تكون كمان الأمسية لأننا أبناء الحياة من الشرق، بالدير بكنيسة السريان الأرثوذكس. حلو كتير. كيف كانت الأجواء تبع الأمسية؟ تحكي لنا عن تفاعل الجمهور وكيف كانت الأجواء. الحقيقة الأمسية امبارح كان لها طابع مميز آخر نهائيا، ما كان متوقعه الحقيقة الجمهور. عادة نحن بيكون في عندنا الأمسيات هي معظمها أمسيات تفاعلية أكثر مع الجمهور، بيكون في القطع يلي نحن محضرين على المستوى الفني والموسيقي بيكونوا جزء منا بيعرفوها بيتفاعلوا معنا. امبارح كانت الرسالة مختلفة الحقيقة. الرسالة هي بحسب العنوان أمسية من الشرق، حاولنا نسلط الضوء على الميلاد في انطلاقته الأساسية من الشرق، الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هو اللي شهد الحدث الأهم اللي هو حدث الميلاد. حاولنا أنه نحن بالأمسية نقدم ونسلط الضوء على الموروث الروحي والثقافي للبلاد الأولى اللي انتشرت فيها هي البشرة، بشرة السلام والمحبة. نعم، يمكن امبارح بالكنيسة امتزجت الروحانيات مع أفراح الميلاد ومع يمكن فكرة روح الشرق يلي حاولتوا توصلوها ضمن الريسيتال. خلينا نحكي يمكن عن أبرز التراتيل أو أبرز المقطوعات الموسيقية يلي داولتوها امبارح خلال الريسيتال. بالبداية نحن مقررين كنا بالأمسية أنه كمان تاخذ من العنوان الطابع تبعه، يعني كان في دفء الشرق، يعني حتى بالديكور كنا مستخدمين الشموع، كنا مستخدمين الإضاءة يلي هي رايحة باتجاه الألوان الدافئة هيك والروحانية يلي هي بعيدة كليا عن بهرجة، إذا خلينا نقول اللي عادة تستخدم خاصة في هذا العيد، في بعيد الميلاد. حاولنا أن نعكس روح الشرق بهي الأمسية. على المستوى البرنامج كان في بالحقيقة 17 قطعة مختلفة ب 13 لغة من لغات العالم الشرقية. كان في عنا أغاني شعبية وترانيم روحية من الهند، من الصين، من اليابان، من هنغاريا، المجر، وبطبيعة الحال بأكيد السورياني، الكلداني اللي هو منطقة ما بين النهرين، وأيضا اللغة اليونانية واللغة القبطية اللي هي اللغة المصرية القديمة، وأيضا اللاتيني، وبطبيعة الحال اللغة العربية أيضا. قديش بدهم تحضير؟ الحقيقة هي كانت ابرز التحديات اذا بدنا نقول، انه الشباب والصبايا اللي بوجه لهم كل التحيه، صار عندهم هن الخبره الموسيقيه لتعلم اللحن والتوزيع الموسيقي، بس موضوع اللغه كان الحقيقه من اكبر التحديات. بذكر كمان اللغه الروسيه كمان. حلو. قدمنا قطعه اللغة كانت اصعب شيء بهذا الريسيتال، اصعب شيء علي لانه انا كمان كان لازم احضر اسمع تماما كيف طريقة اللفظ، لأنه نحن حاولنا نقدم مو بس الكلمات، يعني ما بتحسي أنه الشخص عربي عم بيقول، لا، هندي هو هندي، الروسي هو روسي، مع لحن الأكسنت الصحيح، مع الأكسنت، حتى الأكسنت تبع الكلام مو بس الموسيقى أو طبيعة الأداء. نعم، خلينا لك كمان نحضر أجواء الميلاد، هالتأملات الميلادية بنكهة الثقافة المتنوعة، ونرجع ونكفي الحديث.
العزم، الحلم، الحقد، الحفل والموت. يلي إيمانه بالرب كبير بضل حابب يلعب هاللعبة مثل الولد تماما، بضل عنده إصرار إنه الرب رح يرجع ويلوّل قلوبنا من جديد، يعطينا أمل جديد ودفع. محبة لبعض صارت مفقودة شوي بهالأيام، رح نرجع نشعلها كلياتنا لهالسما، نرجع نعيش الدفى من أول وجديد. أما أنا فبعدني ناطرتك يا يسوع، ناطرتك لتولد جوات قلبي، جوات قلب كل واحد مننا. بحبك من كل قلبي، بحبك بابا يسوع. آمين. حلوة عن جد، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. بدنا نقول ميلاد مجيد على سيدنا متى وعلى أكيد جو إتمار أفرام شخص شخص، الله يعطيكم العافية عن جد. هي أقرب إلى الروحانية هيك دمع عيوننا نحن وعم نحضر، كثير بحاجه نحن بهذا الوقت لحتى هيك شوي نتقرب من خلال الترتيل من الصلاه والسجود. ولكن في نقطه دائما انه يعني خلينا ننوه عليها كل المشاهدين، انه مثلا جو إتمار افرام كثير من الشباب والصبايا في منهم اكاديميين وفي منهم هن هواة بيشتغلوا كثير على حالهم وبيتعبوا كثير على حالهم، حتى يمكن جامعيين وموظفين كمان ما في أماكن كمان كل الوقت متاحة للجو على التدريب، يعني بالرغم من هاي العقبات ولكن النتيجة بترفع الرأس. أكيد، شكراً وشكراً لأنك نوهتي لهالنقطة. أكيد معظم الشباب والصبايا اللي هن بالجو هن منهم المحترفين، هن هواة، هن عم بيقدموا من إيمانهم، عم بيقدموا خدمة، عم بيقدموا خدمة للكنيسة وعم بيقدموا خدمة كمان للوطن، لأنه نحن اليوم بهي الأمسيات وخاصة بهيك أمسية نحن اليوم عم نثبت دورنا بهذا المجتمع، وخاصة في ظل الحرب اللي نحن موجودين فيها. ومن هون إجا العنوان الأساسي للفعالية، لأننا أبناء الحياة. لأننا أبناء الحياة ثلاثة، لأنه نحن اليوم بالموسم الثالث من هاي الفعالية. نحن بلشت القصة معنا بالسنة الثالثة للأزمة بسنة 2013، بعد ما فقنا من الصدمة الحقيقة مثل كل الشعب السوري كان مصدوم. قلنا نحن والشباب والصبايا انه لا، نحن لازم يكون في لنا موقف معه. وبلشت اول امسيه، كان وضعها صعب جدا. اول امسيه كانت بنفس هاي الايام، بس كان الوضع في دمشق كان وضع قاسي جدا من ناحيه القذائف والتفجيرات. بس نحن اصرينا انه نحن لنا دور عن طريق الموسيقى، عن طريق اصواتنا وعن طريق الروحانيه اللي نحن عنا اياها، انه نحن نحارب بثقافة الحياة، نحارب ثقافة الموت والدمار. عشان هيك نحن هلأ مستمرين بهي السلسلة لأننا أبناء الحياة، وإن شاء الله منقضي فيها لسنين، وبيكون أكيد الوضع ببلدنا الحبيب سوريا وضع أفضل للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أول شيء بدي أشكر زميلنا رامي بداوي أكيد لنقلنا الأجواء الجميلة بهالكليب. ثاني شيء بدي أسأل، شو اختلف بين فعالية أبناء الحياة واحد عام 2013 واليوم أبناء الحياة ثلاثة؟ طبعا غير الانتصارات اللي عم تتزامن مع كل الفعاليات، وهذا يمكن الشعور بالأمان والفرح بالجو اللي انعكس على الشارع السوري كمان. تماما، أهم اختلاف هو الاختلاف بالرسالة الموجهة من خلال الأمسية. لأننا أبناء الحياة واحد واثنين كنا عم نحاول نعطي الأمل، كنا عم نحاول نعطي شوية رجاء للناس بظل يعني صعب. قمة الحرب كانت للأمور، في خوف كبير، في 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 أسئلة كبيرة عم ببال كل الناس، ليش هيك، ليش هيك يا الله، ليش نحن، ليش بهالمنطقة وليش ما عم نرتاح.
كنا عم نحاول نعطي جرعات من الأمل بالأسلوب الموسيقي، كان البرنامج مختلف تماما. اليوم لأننا أبناء الحياة ثلاثة، الرسالة هي دورنا كسوريين مشرقيين عم نثبت هذا الدور في العالم كله. نحن رسائل السلام، المحبة، قبول الآخر، العدل والمساواة، كلها طلعت من منطقتنا، من بلادنا، ونحن مسؤولين اليوم أنه نحن نحمل هي الرسالة ونكفي. كتير صار في تضحيات بالتاريخ، صح، ورح يضل في تضحيات، واليوم نحن عم نضحي كمان بسوريا لأنه حاملين هي المبادئ. هي الرسالة هي مسؤولية على كتافنا جيل بعد جيل، نحن بدنا ننطلق فيها للعالم مثل ما انطلقت رسالة السلام عن طريق السيد المسيح إلى العالم كله. هي هي الرسالة الجديدة لأننا أبناء الحياة الثلاثة. نعم أستاذ شادي، على السريع ما عاد معنا وقت، 2017 يمكن ازدهرت ثمار جو قطمار إفرام أكثر وأكثر مثل ما ذكرت حضرتك عن السنوات القبل، 2018 كيف داخلين عليها؟ عم نحارب؟ عم نقاتل؟ أكيد أكيد. نحن من نهاية 2017 إدارياً عم نخطط لل 18. نعم. إن شاء الله رح يكون في عنا مبدئياً ثلاث حفلات أساسية وكبيرة، دائماً بيطلع عنا شيء جديد. في حفلة كبيرة إن شاء الله بدار الأسد إن شاء الله إذا قدرنا نثبت المواعيد. وأكيد لأننا أبناء الحياة أربعة رح يكون كمان. في إن شاء الله مكفايين، مكفايين، وإن شاء الله بيكون الفعالية كمان عام النصر كله على سوريا. شكراً لوجودك معنا، وتحيتنا لفرقة جو إتمار أفرام أثر، يعني أكيد شكرا كثير لك. شكرا لكم، وكل سنة وانتم سالمين، وحب أعايد كل أعضاء الجوقة وكل الشعب السوري. ميلاد مجيد، ينعاد عليك، وشكرا كثير، ويعطيكم ألف عافية. شكرا.